سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كما وعدناكم عم يزيد راح يزور مدن الوطن خلال العطلة الشتوية برعاية مجمع الشروق شركة رامي وشركة أجل. عم يزيد سيحط الرحال بقصر الثقافة بمدينة سكيكدا لأول مرة، وهذا يوم السبت 23 ديسمبر على الواحدة مساء. هناك مفاجآت عديدة. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. عجبني الحال ونحب نفهم يزيد، اتمنى ان الشاب يزيد المزيد من هذا التألق. والله يا اخويا غير حاجه كبيره بزاف، هذا بروبا والله الله يبارك. شنو سيدي كنت شغل كما قال لك، دار حاجه مليحه هذا يا صغاركم. واليوم سي عيد ميلاد بنتي، جبتها باش يقول لها عيد ميلاد سعيد، ونقول لكم يكثر الاولاد والحفلات، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. الدخول مجاني للاطفال واوليائهم، كونوا في الموعد.